زيادة كبيرة في عملية التطعيم في كافة المحافظات ساهم في خفض إصابات كوفيد-19 وإشغال الأسرة في الأجنحة والعناية المركزة، قابله تزايد نسبة الشفاء إلى 96%. نعم، إقبال كبير شهده مركز الكويت للتطعيم في مشرف تزامنا مع توسع وزارة الصحة في مراكزها لتحصين المجتمع. الوضع الصحي يتجه إلى الاستقرار تدريجيا في البلاد، مما يؤكد أن خطة وزارة الصحة تسير وفق الطريق الصحيح، سواء من خلال الخطط العلاجية في جانب وزيادة وتيرة التطعيم خاصة في مركز الكويت للتطعيم في الجانب الآخر، الأمر الذي انعكس إيجابيا على خفض معدلات الإصابة وإشغال الأسرة والعناية المركزة. بالنسبة حق الإقبال ما شاء الله، بالنسبة حق التسجيل بالموقع ما شاء الله زادت أعداد التسجيل بشكل كبير ما كنا نتوقعه، يعني كانت بالبداية قليلة وكانت الناس مو مستوعبة أن هذا التطعيم شيء جيد لك وشيء حق صحتك وحق العائلة وحق المحيط اللي أنت عايشه، الحالة الاجتماعية اللي أنت فيها. بعدين ما شاء الله زادت التسجيل بشكل كبير، زادت نسبة التطعيمات، قامنا نغسل الغسائل بشكل أكبر وصاروا الناس لهم قابلية بالتطعيم. في ناس ما عندها مواعيد قامت تيجي عشان تقول أبي أطعم، فكنا ننصحهم بالتسجيل بالموقع، طريقة التسجيل، ونعلمهم احنا كقسم نظم معلومات اذا كان محتاج ان نسجله في الموقع نعلمه بطريقة التسجيل. دعوة الناس ان اتمنى الكل يسجل ويبادر بالتسجيل، اللي مو مسجل خلي بادر. نعم للتطعيم اكيد طبعا. أكثر من 2,500,010 مواطن ومقيم تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 في مختلف مراكز التطعيم في البلاد، قابل ذلك زيادة في نسبة الشفاء وصلت إلى 96%، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة وزارة الصحة في التصدي للوباء. طبعا احنا دورنا الأساسي هو دعم فني للأجهزة والأنظمة اللي شغالة هنا وتدريب الكوادر الطبية على النظام، ويعني نساعدهم باستخدامه بشكل سهل بحيث ان ما يواجهون اي صعوبه. بالنسبه للمراجعين يراجعون قسم الاي تي بخصوص تعديل بيانات الجواز او مطابقه الاسم مع الجواز في الشهاده، او اذا كان يواجه مشكله بالتسجيل عبر المنصه ممكن نحن نشوف المشكله ونساعده بحلها وتسجيل بسهوله. المواعيد قاعد توصل بسرعه للمراجعين للمسجلين عبر المنصه سواء كانوا كويتيين أو مقيمين. نتمنى أن الكل يبادر بالتسجيل عشان يعني نكتسب المناعة المجتمعية بسرعة. نعم للتطعيم هو الشعار الذي ترفعه الطواقم الطبية للتصدي للوباء من بوابة أكثر من 40 مركزاً لمنح اللقاح للمواطنين والمقيمين الذين استجابوا بقوة لرسالة السلطات الصحية وبادروا بالتطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية الكاملة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.